تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، الذي أشاد بالسياسة الحكيمة التي تنتهجها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ترسيخ جسور الشراكة والحوار والعلاقات الفاعلة والمتوازنة القائمة على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل مع دول العالم لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع. وثمن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مضمون الكلمة التي وجهها سموه خلال القنوات التلفزيونية والتي عبرت عن السياسة الحكيمة للدولة. من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى على دوره وجهوده المستمرة في تطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، متمنيا لشعب مملكة البحرين مزيدا من الرفعة والرخاء والتطور في ظل قيادة جلالته الحكيمة.